من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض رمزت إلى اسمها بالحروف راي عين سين. أختنا سردت عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في فضل رجب وفي فضل صيامه. لا أدري سماحة الشيخ هل أقرأ ما كتبت أم تكتفون جزاكم الله خيرا بالإجابة؟ ما في حاجة إلى أقرأ، كلها ضعيفة كلها غير صحيحة عليه الصلاة والسلام. ليس في رجل حديث صحيح في فضله، وإنما كان أهل الجاهلية يخصون في الصيام. وأما في الإسلام فلا يخص بشيء، لكنه من أشهر الحرم، هو من أشهر الأربع الحرم. الرسول لما عدها هي رجب مضر الذي بينه جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر الحرم الأربعة، فهو من أشهر الحرم المفضلة، لكن ليس في تفضيل بصيام أو صلاة أو صدقة أو صلاة، ليس فيها حديث صحيح، وإنما هو من أشهر الحرم، ولا يشرع تخصيصه بصوم ولا يشرع تخصيصه بذلك، لكن إذا ثمر في الإنسان فلا بأس. كان بعض السلف لكنه في رجب، والصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما أنها بيعتمر في رجب، فإذا اعتمر في رجب هذا حسن. رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، وهي تعرفها الأشهر الحرم تعرفها؟ لا، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم ورجب، هذه أربعة أشهر حرم، ورجب منها بلا شك، والله حرم القتال فيها. أما الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة محرم فلأنها أشهر الحج. القعدة للقادمين إلى مكة، الحجة للذين في مكة، ومحرم للراجعين من مكة. جعل الله هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال حتى يأمن الناس الذين يأتون إلى إيش؟ إلى الحج. شهر رجب كانوا في الجاهلية يعظمون ويعتمرون فيه، فجعله الله محرم. واختلف السلف رحمهم الله هل العمرة فيه سنة أو لا، فقال بعضهم إنها سنة وقال آخرون لا، لأنها لو كانت سنة لبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقول وإما بفعل. والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر في أشهر الحج. ولما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر في رجب وهمته عائشة وقالت لقد وهم أبو عبد الرحمن، قالت له وهو يسمع فسكت. فعلى كل حال لا أرى دليلا واضحا على استحباب العمرة في رجب. كذلك أيضا يوجد في رجب أن بعض الناس يخصه بالصوم، يقول إنه يسن الصيام فيه، وهذا غلط، فإفراده بالصوم مكروه. أما صومه مع شعبان ورمضان فهذا لا بأس به وفعله بعض السلف، ولكن مع ذلك لا نرى أن لا يصوم ثلاثة أشهر، يعني رجبا وشعبان ورمضان. وأما ما يسمى بصلاة الرغائب وهي 1000 ركعة في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة جمعة منه فأيضا لا صحة لها وليس مشروعا. وأما العتيرة التي تذبح في رجب فهي أيضا منسوخة، كانت في الأول مشروعة ثم نسخت وليست مشروعة. وأما الإسراء والمعراج الذي اشتهر عند كثير من الناس أو أكثرهم أنه في رجب وفي ليلة 27 منه فهذا لا صحة له،
لا صحة له إطلاقا. وأحسن وأظهر الأقوال أن الإسراء والمعراج كان في ربيع الأول، ثم إن إقامة الاحتفالات ليلة 27 من رجب بدعة لا أصل لها، والبدع أمرها عظيم جدا، أمرها شديد، لأن البدع الدينية التي يتقرب بها الناس إلى الله فيها مفاسد عظيمة، منها أن الله لم يأذن بها، وقد أنكر الله على الذين يتبعون من شرعوا بلا إذن، فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله. ثانيا أنها خارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. ثالثا أنها تقتضي إما جهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بهذه البدعة، وإما عدم عملهم بها، وكلا الأمرين خاطئ، كلا الأمرين خاطئ. إن قلت إن الرسول ما دري عنها مشكل، إن قلت دري ولكن لم يعمل ولم يبلغ مشكل أيضا. رابعا أنها تستلزم عدم صحة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، يعني كذا أتيت بشيء جديد يعني أن الدين في الأول إيش ناقص ما كمل، وهذا خطير جدا أن نقول هذه البدعة تقتضي أن الدين لم يكن. ومنها أن هؤلاء المبتدعين جعلوا أنفسهم بمنزلة الرسل الذين يشرعون للناس، وهذه أيضا مسألة خطيرة، ولو تأملت لوجدت أكثر من هذه الخمس في مضار البدع، ولو لم يكن منها إلا أن القلوب تتعلق بهذه البدع أكثر مما تتعلق بالسنة كما هو مشاهد. تجد هؤلاء الذين يعتنون بهذه البدع ويحرصون عليها، لو فكرت في حال كثير منهم لوجدت عنده فتورا في الأمور المشروعة المتيقنة. ربما يبتدع هذه البدعة وهو حليق اللحية، مسبل الثياب، شارب للدخان، مقصر في صلاة الجماعة. فيقول بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها أو أشد، حتى أن بعض العلماء قال المبتدع لا توبة له، لأنه سن سنة يمشي الناس عليها إلى يوم القيامة أو إلى ما شاء الله، بخلاف المعاصي الخاصة خاصة بفاعلها وإذا تاب ارتفعت. لكن مشكلة البدعة، لو تاب الإنسان من البدعة فالذين يتبعونه فيها إيش لم يتوبوا. فلذلك قال بعض العلماء إنه لا توبة لمبتدع، لكن الصحيح أنه له توبة، وإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، ثم يسر الله أن تمحى هذه البدعة ممن اتبعوه فيها. هذا يقول نحن نصوم أول يوم من رجب نظرا لبركة هذا الشهر، فهل ورد في صيامه أو أيامه شيء؟ هذا بدعة، صيام أول يوم من رجب أو قيام أول ليلة من رجب أو تخصيص رجب أو بعض أيامه بعبادة، هذا من البدع، لأنه لم يثبت في شهر رجب خاصية على غيره من الشهور. نعم هو شهر حرام ومن الأشهر الحرم، ولكن أن يجعل فيه عبادة مخصصة في بعض أيامه أو في أو قيام بعض لياليه أو صيام شيء منه، فهذا يعتبر من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم في روايات وفيها حديث، لكن كلها لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة بعنوان بيان العجب فيما ورد في شهر رجب،
وفند فيها كل ما قيل من فضائل هذا الشهر خاصة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيام وهو اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما صحة هذا الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدعاء بحد ذاته طيب، ما به اعتداء، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، في حد ذاته طيب الدعاء، لكن كلام هل ينسب هذا إلى رسول الله؟ هل صح هذا الكلام عن رسول الله أم لا؟ أما كون هذا الدعاء فهو في حد ذاته طيب، لكن الكلام أن نسبته إلى رسول الله قد يكون في إشكال، لأن كثيرا من العلماء لا يرون ثبوت ذلك، هذا الأثر لا يرون ثبوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كون يدعو به شيء أو كون ينسبه ويقول قال رسول شيء آخر، الدعاء به جائز لأنه ألفاظ طيب، اللهم بارك لنا في رجب وشعب وبلغنا رمضان، لكن المهم أن لا نقول قال رسول الله لأن نسبة لرسول الله قريبة ثابتة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. وهنالك استكمال للسؤال عن إن كان هنالك أعمال مخصوصة لشهر رجب. يا إخواني، شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، فسرها النبي بقول منها أربع حروف، فسرها النبي بقوله ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فرجب أحد الأشهر فقط، هذه خصائصه. أما أن نخصه بصيام أيامه كأول يوم منه أو نصفه أو آخره أو بقيام مخصص من بعض لياليه أو بعمرة في هذا الشهر، يعني كون ينسب نقول أنه يسن لنا أن نصوم يوم الخامس عشر من رجب أو نقوم يوم 27 من رجب أو نصوم كذا، كل هذا أصله يعني أن صلي وصوم واعبد ربك بكل أنواع الخير، لكن لا تجعل هذا سنة متبعة فتقول هذا مشروع. كون تصوم في رجب أو بأي شهر من شهور لا ترجو ثواب الله خير، لكن كون تحرم رجب بصيام خاص أو بقيام خاص أو بصدقة معينة لأجل أنه رجب، هذا أمر غير مشروع ولم يثبت لي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء يعول عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير. فقد كانوا في الجاهلية يعظمون رجبا ويذبحون في العشر الأول منه ذبيحة يقال لها العتيرة أو الرجبية، وفعل ذلك بعض أهل الإسلام ونهاهم عنه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، قال لا فرع ولا عتيرة. فأما العتيرة فهي الذبيحة التي تذبح في رجب، وأما الفرع فما يجعلونه من نتاج الإبل وما يكون عندهم من أنعامهم لأصنامهم، فنهى عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبادات توقيفية، فلا يجوز أن يذبح إلا على قانون الشرع، كما أن الله جل وعلا نهانا عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن الذبح إنما يكون باسم الله، لأنه لو لم يأذن لنا ربنا تبارك وتعالى بذبح ذبائحنا ما كان لنا أن نذبحها، ولم نعذبها ولم نعتدي عليها، ولكن أحل الله رب العالمين ذلك لنا وأقدرنا عليه فنفعله باسم الله. فإذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة لا يؤكل منها، فكذلك لا يذبح إلا على قانون الشرع. ومهما ابتدع الإنسان بنفسه ذبائح يذبحها وقرابين يقربها، فإنه يكون مسيئا
وقد يكون مشركا إذا قصد بذلك غير وجه الله جل وعلا. فالذبح لغير الله رب العالمين شرك به يخرج من الملة. وأما إذا ما أراد أن يذبح في رجب تنسكا وتقربا فقد أساء ولم يحسن. أما الذبح الذي لا يكون عبادة مقصودة، أي يقصد العبد الإتيان بها في رجب تقربا بالذبح في رجب لله جل وعلا، فهذا لا شيء فيه. إذا فعله لا لذلك فلا شيء عليه ولا تثريب. والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقصد الزمان بالذبح فيه تقربا لله رب العالمين، باعتقاد أن ذلك من القربات لدن ربنا العزيز الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة. والحديث في الصحيحين. والمنهي عنه عتيرة رجب، لا الذبح فيه بإطلاق. فليذبح في رجب من شاء الذبح لا عتيرة ولا تقربا بالذبح فيه لله تبارك وتعالى، وإنما يذبح اتفاقا بقدر الله رب العالمين، إكراما لضيف أو بيعا للحم أو إدراكا لما هنالك من الأنعام قبل أن يموت حتى أنفه إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما أن يقصد رجبا بالذبح فيه وأن يجعل ذلك في العشر الأول خاصة كفعل أهل الجاهلية، فهذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يصح فيه تخصيص الذبح فيه بشيء قط، ولم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه. وما ذكروا من فضل الصيام فيه فأحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخر ضعيفات. ولم يصح أنه كان يسرد الثلاثة الأشهر، أعني شعبان مع رجب ورمضان، صياما لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعوام يخصون رجبا بالصوم، والعوام يسردون الأشهر الثلاثة سردا بصوم، وكل ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولو كان خيرا لسبقونا إليه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فليس للصوم فيه من فضل زائد، والعوام يحسبون ذلك سنة وليس بسنة، بل إن تخصيصه بالصيام بدعة. وقد صح أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أيدي الناس في رجب ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، ويقول: لا تشبهوه برمضان، لا تشبهوه برمضان. فكان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في طعامهم ويقول: لا تشبهوه برمضان، رضي الله عنه. وأما إن صام بعضه وأفطر بعضه فلا كراهة في ذلك، ولا ينبغي تخصيص الأوقات بعبادات لم يخصها الشرع به، بل جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضل الشرع، كما قرر العلماء ومنهم ابن أبي شامة رحمهم الله جميعا، أعني علماءنا من أهل السنة على منهاج النبوة رحمهم الله ورضي عنهم. فليس لنا أن نرتبع تحديدا بوقت ولا تخصيصا بأمر، وإنما الزمان والمكان والجنس والسبب والكم والكيف، كل ذلك محكوم بالشرع من أجل تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن خالف في واحد من ذلك
فقد ابتدع في دين الله رب العالمين ما لم يعدم به الله وما لم يشرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلاة الرغائب مبتدعة مصنوعة، وهي التي تكون في ليلة أول جمعة من شهر رجب، فهذه الصلاة إنما هي حادثة متأخرة، والأحاديث التي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وبشأنها ليس شيء منها في دواوين أهل السنة ممن تقدم من أهل السنة المدونين للسنة رحمة الله عليهم، لأن هذه الأحاديث التي كذب فيها على المختار صلى الله عليه وسلم حادثة متأخرة. وكذلك قصد زيارة القبور في أول خميس من شهر رجب وفي أول يوم منه بعد صلاة الصبح مما يفعله النساء من فارغات العقول والخلود من أنوار الإيمان والاتباع للرسول، وكذلك يفعله كثير من الرجال ويحسبون ذلك قربة عند الكبير المتعال، وما هي إلا بدعة ارتدعها لهم شياطينهم من شياطين الإنس والجن، وليس ذلك في شيء من أثر يرجع إليه ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومنه ما يفعله كثير من المسلمين مما أصبحوا عليه في ليلة 27 من شهر رجب، يزعمون بل يعتقدون أن الإسراء والمعراج قد وقع في تلك الليلة ويجزمون بذلك، ولم يكن شيء من ذلك في ذلك، والله المستعان، وقد أخطأ من جزم به كما قرر علماؤنا عليهم الرحمة، ولكنهم يجعلونه دينا متبعا وسنة يؤمونها يتقربون بها إلى الله بزعمهم، ثم يذرفون الدموع أو دمعة أو دمعتين على الأقصى السليم، ثم ينسى ذلك من آخر الليل، والله المستعان وإليه المشتكى. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قام المقتضي لفعله على عهده وانتفى المانع من فعله على عهده، ولم يفعله فتركه سنة وفعله بدعة، وهي السنة التركية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبع في فعله وقوله كما يتبع في تركه، فهنالك ما يقال له السنة التركية، ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة وتركه سنة، كما ترك الأذان والإقامة وقول الصلاة جامعة في صلاة العيدين، وكان ذلك بالمصلى في مصلى العيد بظاهر مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لها وقت يحدد تحديدا كالصلوات المكتوبات، فالحاجة داعية والمقتضي قائم وليس هنالك من مانع، ومع ذلك ترك ذلك رسول الله. فالترك سنة والفعل بدعة، والمؤتسي برسوله صلى الله عليه وسلم الموفق، والله المستعان.